شركة موتورولا هي من أقدم وأعرق شركات التليفون المحمول من زمان أو من ساعة إنشاء التليفونات في العالم. غير كده إن تليفوناتها بتتميز بقوة الشبكة والأداء العالي بتاعتها. عشان كده أنا جايب لكم أحدث إصدار من تليفوناتها نزلت الشهر ده، هو موتورولا موتو جي 82. مواصفات، سعر، مميزات فوق الرائع. ابقوا معنا لاستعراض التليفون وتابعوا الحلقة لغاية النهاية عشان تعرفوا سعر التليفون ده، وكمان هقول لكم ايه التليفون الشيك التحفة البريميوم اللي انا عايز اشتريه من الشركة ديت. ابقوا معنا لاستعراض التليفون الاكثر من رائع موتورولا موتو جي 82 وتابعونا حتى نهاية الحلقة. ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير واحسن حال. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. موتورولا شركه عريقه جدا، بدات مع التليفونات المحموله وانشات، وكانت بتتميز ببناء الشبكات في امريكا، وكان معروف عنها دقه وقوه شبكاتها حتى في الاجهزه بتاعتها اللي هي بتصنعها. ولا يخفى عليكم ان فعلا قوة الشركة دي انعكست على الاجهزة المحمولة بتاعتها. من زمان جدا كنا بنعرف ان شركة موتورولا او التليفونات بتاعت موتورولا نفسها مهما كنت في الظروف اللي محيطة بيها تلاقي قوة الشبكة واستقبال وارسال الاشارات او السيجنال بتاعت المكالمات. النهاردة بنستعرض تليفون من تليفوناتهم الجميلة جدا اللي نزلت مؤخرا، هي موتو جي 82. التليفون ده معروف ان مواصفاته رائعة جدا، عيوبه قليلة، وسعره كمان في متناول ايد الجميع جدا. خليكم معانا عشان نستعرض التليفون دوت ونشوف مميزاته وعيوبه وسعره كمان مع بعضينا. زي كل مرة مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهرد عليكم على طول. صندوق الوصف او الديسكريبشن اللي تحت الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا، عليها عروض وعليها اوفر، خشوا خدوا فكرة واشتروا دعما للقناة. يلا بينا نستعرض مع بعضينا تليفون الاكثر من رائع موتورولا موتو جي 82. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 12 مايو 2022 ابتدى يطرح للبيع عالميا في 7 يونيو او 7/6/2022. أبعاد التليفون 160.9 في 74.5 في 8 مليمتر. وزن التليفون 173 جرام. والتليفون طبقة الحماية الأمامية كورني جوريلا جلاس 5، والفريم والظهر من البلاستيك. التليفون بيدعم شريحتين اتصال ومضاد لرذاذ المطر بـ IPX6. التليفون دوت الشاشة بتاعته أموليد 120 هرتز، في خاصية الدولبي فيجن، وبيدعم النتس لغاية 800 نتس. مساحة الشاشة 6.6 انش بقوة استحواذ 86.4%. ريزولوشن الشاشة 1080 او 1080 في 2400 بيكسل بقوة 402 بي بي اي. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس، ومن الظهر البلاستيك الشيك اللي معروف والمعهود على تليفونات موتورولا. الاو اس او الاو اس او الاوبريتنج سيستم اللي هيجي بيه، النظام هيبقى اندرويد 12، بالنسبه للبروسيسور يبقى كوالكوم سناب دراجون 6375 او المعروف ب 695 5G، الاعتماديه بتاعته 6 نانومتر زي ما احنا عارفين، ده ثماني النواه او اوكتا كور. النواتين الرئيسيين او الاقوية هما بقوة 2.2 جيجا هرتز كيريو 660 جولد، ده المسمى بتاعها، والستة انواع الموفرة للطاقة بقوة 1.7 جيجا هرتز كيريو 660 سيلفر. الجي بي يو او وحدة الرسوميات ادرينو 619. البروسيسور ده معروف عنه أداؤه القوي اللي جربوه في التليفونات، وبيدي قوة في الأداء والإمكانية اللي تقدر تستخدمها أو اللي يقدر يستخدمها المستهلك. التليفون ده بيركب له كارت ميموري لغاية 512 جيجا بايت، وبينزل فئة واحدة بس 128 جيجا بايت، دي الذاكرة، والرامات بتنزل 6 جيجا بايت. نوع الذاكرة بتبقى UFS 3.1. التليفون بينزل بتريبل كاميرا او ثلاث كاميرات، الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحة عدسه 1.8 ودي عريضه، بتدعم البي دي اف والاو اي اس او
الاستابلايزيشن او الثبات اثناء التصوير. بالنسبة للكاميرا الالترا وايد هي 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2، وبالنسبة للكاميرا الثالثة هي ماكرو دي 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4، وبيدعموا تصوير الـ HDR والبانوراما، ومعاهم بينزل LED فلاش. بالنسبة للفيديو بيصور لغاية 1080 بيكسل بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبة للكاميرا السيلفي هي 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2 ودي عريضة، والفيديو بتصور فيديو لغاية 1080 بيكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. بالنسبة للاوت سبيكر هو من نوع ستيريو من الأسفل ومن الأعلى، ومدعم بجاك 3.5. نيجي بالنسبة لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي بأحدث حاجة، البلوتوث فيرجن 5.1، الجي بي اس طبعا موجود، والان اف سي اعتمادا على الريجون، والراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه او الفينجر برينت دي بتبقى جانبيه في زرار الباور، وفي كل السنسورز نازله في كل التليفونات. اما البطاريه فنازل منه بطاريه كبيره 5000 ملي امبير، وشحن سريع معاه في العلبه فاست شارجنج 30 واط. نازل منه لونين اللي هو الجراي اللي شكله شيك او الميل للسواد، والوايت الليلي اللي احنا شايفينه او اللؤلؤي اللي احنا شايفينه في الصور. السعر بتاعه مبدئيا هو $400، يعني تقريبا بالمصري قبل الجمارك والضرايب 7000 تقريبا و600 جنيه. التليفون ده من التليفونات الرائعه جدا، وانا بصراحه نفسي اشتري تليفون من تليفونات موتوريلا، وتحديدا اللي هو التليفون الفولدبل او اللي بيتقفل او الفليب اللي هو ريزر اللي معروف، وخصوصا ان الريزر الجديد ان شاء الله نازل، وهبقى اعمل لكم ان شاء الله عنه حلقه كامله استعراض للتليفون ده. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب اكون في موجز بسيط قدرت اجمع لكم المعلومات واخليها ما بين ايديكم، تخليكم تقدروا تفكروا ان انتوا تقدروا تشتروا التليفون دوت لما ينزل مصر ان شاء الله باذن الله. مش هنسى اوصيكم زي كل مره، سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس وهرد عليكم على طول. بصوا في صندوق الوصف او الديسكريبشن هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا لمعدات كنا جربناها وعليها اوفرز، خشوا اتفرجوا واشتروا دعم للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.